ها يدخل الداهية ابن العاص على الخط فيجتمع بالداهية المغيرة فيأتيان إلى مكان اجتماع أهل الشورى للتجسس واستراق السمع، فإذا بسعد بن أبي وقاص يرميهما بالحصى فيطردهما من المكان. وفي البداية والنهاية قال ابن كثير: فلما فرغ من شأن أمر جمعهم المقداد بن الأسود يقول: فجلسوا في البيت وقام أبو طلحة يحجبهم، وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلس من وراء الباب فحصبهم سعد بن أبي وقاص وطردهما وقال: جئتما لتقولا حضرنا أمر الشورى. أيضا ذكر هذا المعنى وذكره محمد حسين هيكل في كتابه الفاروق عمر. إذن هذا في البداية والنهاية، وفي الفاروق عمر لي هيكل. طا الداهية الأكبر الذي استطاع أن ينتزع السلطة من آل أبي سفيان ويجعلها له ولبنيه كان المستفيد الأكبر من رحيل الخليفة الثاني، فإضافة للواجهة والمال والسلطة، فإن العنصر المهم في تحقيق ذلك وغيره هو كسر الأمر، هو كسر الأمر النبوي بطرد أبيه الحكم حين طرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما رفض الخليفتان الأول والثاني رضي الله عنهما كل الوساطات التي سعت لإسقاط الطرد عنه والسماع له بالعودة إلى المدينة وغيرهما، حتى الوساطة التي قام بها عثمان لم يستجيب لها، بل تزداد وتتضاعف الرغبة في التخلص من الخليفة عمر من حيث أنه شدد النفي والطرد على الحكم، فزاد في نفيه 40 فرسخة، لكن سرعان ما حقق مروان ما يريد في خلافة عثمان. قال الشهرستاني في الملل والنحل: وأخذوا عليه أحداثا كلها محالة على بني أمية، أي أخذوا على الخليفة الثالث على عثمان. يقول: وأخذوا عليه أحداثا كلها محالة على بني أمية، منها يذكر الكثير منها، أنا أقتبس، يقول: منها رده الحكم بن أمية إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يسمى طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن تشفعا إلى أبي بكر وعمر أيام خلافتهما فما أجاب إلى ذلك، ونفاه عمر من مقامه باليمن 40 فرسخة. ومنها تزويجه مروان بن الحكم ابنته، وتسليمه 5 غنائم أفريقية له، 5 غنائم أفريقية سلمها لمروان. وفي المختصر في أخبار البشر قال أبو الفداء: ثم دخل السنة 34 وتكاتب نفر من الصحابة بعضهم إلى بعض أن أقدموا في الجهاد عندنا، ونال الناس من عثمان وليس أحد من الصحابة ينهى عن ذلك، ولا يذهب إلا نفر منهم زيد بن ثابت وأبو أسيد الساعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثابت، وما نقم أو نقب الناس عليه رده الحكم بن العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطريد أبي بكر وعمر أيضا، وأعطى مروان بن الحكم 5 غنائم أفريقية وهي 500,000 دينار، 500,000 دينار يعني نصف مليون دينار ذهب. وكسروا واطلعوا على كم كيلو من الذهب أعطاه لمروان. وقال أبو الفداء: وقطع مروان بن الحكم فدكا، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي طلبتها فاطمة عليه السلام، سلام الله على فاطمة ونحن نعيش أيام فاطمة الزهراء عليه السلام، أخذها الخليفة الأول منها، أرجعها الخليفة الثاني إليهم، أرجعها إلى أهل البيت سلام الله عليهم، وأخذها عثمان وسلمها إلى مروان، وبعد هذا تكالب عليها آل مروان وآل أمية. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء: الزهري قال: ولي عثمان فعمل 6 سنين لا ينقم عليه الناس شيئا،
وإنه لأحب إليهم من عمر، لأن عمر كان شديدا عليهم، فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم، ثم إنه توانى في أمرهم واستعمل أقرباءه وأهل بيته في الست الأواخر، وكتب لمروان بخمس مصر أو بخمس أفريقية، وآثر أقرباءه بالمال، وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها، واتخذ الأموال واستسلف من بيت المال، وقال إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهما، يعني يقول قال له لماذا لا تنتهج نهج الخليفة الأول والثاني وعلى سنة الخليفة الثاني وأنت قد شرط عليك هذا الشر؟ يقول هو كان من حقهم أن يستغلوا هذه الأموال لكنهم تركوا هذا الحق، فأنا لا أترك هذا الحق، وهذا حقي أستخدم هذا الحق. لاحظ الآن القرابة إذا كانوا من الأمويين فهذه مسموحة عند الدواعش، هذا أخو الخليفة وخال المؤمنين وابن عم المعروف من الناس، ليس عندنا مشكلة، المهم ما دام هو من الأمويين وانتهى الأمر. أما أقارب النبي فهنا نأتي إلى الحد والتكفير والإرهاب التيمي الداعشي، هنا يقال لا يجوز، كل إنسان على عمله، ولا يوجد قربة ولا يوجد شفاعة عندما يصير الكلام مع أهل البيت سلام الله عليهم، أما مع الأمويين فكل شيء مسموح لهم. يقول وآثر أقرباءه بالمال وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها، واتخذ الأموال واستلف من بيت المال، وقال إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهما، وإني أخذته فقسمته في أقربائي، فأنكر الناس عليه ذلك. وفي الإمامة والسياسة قال ابن قتيبة الدنيوري إن إناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعوا فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة صاحبيه، وما كان من هبته خمس أفريقية لمروان، وفيه حق الله وفيه حق الله ورسوله، ومنهم ذوي القربى واليتامى والمساكين. وفي كتاب البدء والتاريخ للمقدسي قال تحت عنوان ذكر حصار عثمان، وكان سبب ذلك أن الناس نقموا عليه أشياء، فمن ذلك كفله بأقاربه كما قال عمر رضي الله عنه، قال ستقرب ستأتي بأقاربك، ألفته إلى هذا وحذره من هذا وخوفه من هذا. ويقول المقدسي يقول فمن ذلك كفله بأقاربه كما قاله عمر رضي الله عنه، فآوى الحكم بن أبي العاص بن أمية طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أنه أقطع مروان بن الحكم فدك صدقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطاه خمس الغنائم من أفريقيا.